بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهارده يا جماعه عن اللايرز اللي هي الطبقات. الطبقات دي عباره عن ايه؟ هنتكلم عنها بسرعه كده يا باشمهندس عاطف، هديك نبذه عنها كده قبل ما نتعرف عليها. الطبقات ديت او اللايرز، انت شفت الورق الشفاف، الشفافات اللي كنا ساعات بنحتاجها في اعدادي، الورق الايه الشفافه اللي هي بيستخدموها اخواننا بتوع عماره، ان هو مثلا عامل بلان للمبنى بتاعه، فحاطط شفافه عليها الوولز و لا ده مش جود نو اللي بيحصل برضه اتصال ما بينهم، ممكن يعمل مشكله، مش اتصال كولينج يعني، قصدي الشبكه بتتاثر في بعض، انا اسمع كده يعني. المهم ده بيقول لك ساعات لو حطيت تليفونين جنب بعض وحطيت بيضه مصلاه ما بينهم بتتسلق من كتر الحاجات اللي شفتها فعلا حقيقة. ما انت اصلا التليفون بيطلع سخونه كبيره وبتطلع كبيره على الانسان، يقعد من الحاجات دي فعلا تطلع فعلا ذبذبات كبيره، تاثير قوي على الصحه طبعا طبعا. مهم طبعا الانسان غير قادر على اي حاجه بالظبط، بقينا بنلجأ بقى للاوتوكاد والحاجات الاوتوماتيك دي. الطبقات الفرق، المهندس المعماري بيحتاج يعمل ادي البلان قدامه، هو عامل شفافه لو هو رسم اللوحه بتاعته فيها الوولز وفيها الكولومز بتاعت الرسمه بتاعت المنشأ، وفيها السلالم وفيها كمان بقى الانتريور بقى كمان، حاطط بقى الفرش الداخلي والديكور والاضاءه والكهرباء وضغطات التكييف وضغطات كابلات الكهرباء. انت متخيل لو كل ده محطوط على اللوحه، لو كل ده موجود على اللوحه، انت متخيل ان انت هتعرف تقرا حاجه على اللوحه؟ طبعا لا. وانت حطيت تفاصيل كلها في لوحه واحده، لو انا مثلا جاي اشتري الشقه انا ما يهمنيش اعرف التفاصيل الكتير دي، انا عايز الشكل الخارجي، انا عايز الشكل بس، هتقول لي المساحه كام، الاوض فين، الغرف والفرش فين والمقاطع، لا حتى الفرش ده يعني انا بحط انا على مزاجي، ممكن ما يعجبنيش الشكل بغيره، واخد بالك؟ فعشان كده لجأوا للايه، الشفافات بقى، يحط شفافه يعني اللوحه، يحط يقسمها لعده شفافات. لو انت بصيت لها من فوق تشوف كل الدنيا اللي انا حكيتها لك دي، لكن لو انت شلت شفافه تلاقي شفافه لوحدها عليها الجدران والكل العواميد بتاع المنشا وال، تقول ان هي مجموعه من اللوحات فوق بعضها، مجموعه من اللوحات فوق بعضها، وممكن تعزل واحده تشوف واحده بس منهم، لان هي شفافات هي كلها بتبان اللي تحت فيها، واخد بالك؟ فتشيل واحده تلاقي الكهرباء، تشيل واحده ثانيه تلاقي الميكانيك التكييف والفاير فايتنج والحاجات دي، واحده ثانيه حاطط لك الانتيريو، واحده ثانيه حاطط لك الاكستيريو، واخد بالك؟ الله يبارك لك يا جدع، فهمت القصد من الموضوع دوت؟ فالليرز دي سهله جدا جدا، واحنا بس هندي نبذه عنها، وانت يعني بتغير انت فيها وبتلعب فيها براحتك. هتلاقي حاجه هنا اسمها ايه، اللير بيرمتس، تمام، او تجيبها من القائمه او كوماند لاين، تكتب ال ايه، ال ايه، تمام، ال ايه مرتب عربي ولا انجليزي؟ لير ايه اللي عامل ده في الموبايل؟ مش ماي فون، ماشي ماشي، اللير وجزعت بسطك بصراحه، ما اعمله استمتع بس عشان ده دعم التسجيل بس، هو مش مشكلة بقى في التسجيل ولا ديت النافذة بتاعت الايه؟ الليرز، ماشي يا باشمهندس. طبعا هو بيقول لك حاليا انت عندك ايه؟ عندك الليير اسمها الستيتس ديت اللي هي الايه، الكرنت، لو عامل لك الاخضر الصح التشيك الاخضر ده معناه الكرنت اللي انت ايه شغال عليه، في الزيرو وفي الايه الديف بوينتس دي، تمام، دول بينزلوا يعني دول الستاندرد بتوع البرنامج نفسه. طب انا عايز اعدل في واحده، طبعا الزيرو دي ما تعدلش فيها خالص، دي بتاعت البرنامج الديفولت، دي الستاندرد بتاع البرنامج، ما تغيرش في اي حاجه، دي الايزو بتاع البرنامج.
طب انا عايز انشئ واحده جديده، هتيجي هنا لو انت وقفت هنا وضغطت ديت اللي هي الايه لير جديده نيو لير ماشي او الت ان، لو انت وقفت هنا وضغطت هياخد لك خواص دي وتغير فيه، واخد بالك؟ يعني كده يعني فاكر لما كنا بنتكلم على الستايل والدايمنشن ستايل وكده، كنا بنقف على واحده ونضغط نيو فبياخد لك الخصائص اللي فيها فاهم فاهم وتعدل فيها. فانت لما تيجي تنشئ ليرز دايما اقف هنا واتك هنا، لان لو انت واقف على لير تانيه مثلا اللون ازرق والخط داشد وكده هياخد خواص اللي انت هتقف عليه، هو بيشتق من الاصليه، بيشتق من اللي انت هو واقف عليه. فانا بروح اقف على الصفر واقول له نيو، فتح لي ايه لير جديده اهي، تمام. هسمي ديت مثلا ايه، اي حاجه وولز مثلا، ديت اللي هيبقى فيها الجدران او اي اسم يعني. احنا انا بتكلم لو رسمه مدني، ممكن احنا في ميكانيكا ناخد حاجه تانية او بترول ماشي. طيب كده انا عملت ايه، واحده اسمها وولز، ما توقفش بقى على دي، لا روح اقف على دي، وان كانت هي دي حاليا دي هي دي تمام. فاحنا بس عشان نتعود يعني نيو لير، سمي لي ديت مثلا اليك مثلا، اليك واخد بالك، الكتريكال يعني ماشي. طيب عايز لير جديده ميك. شفت بقى انا عملت ايه، انا وقفت على دي بس هنمشيها المره دي، بس بعد كده ناخد بالنا بقى ميك ميك ماشي. البلامنج مثلا، البلامنج اهو اكتب بقى ايه، بلامنج ارك ارك تمام، اللي هو الايه انت قصدك المعماري يعني تمام، وهكذا. طب بقى تنشي وتظبط ال طيب انا هاخد وولز دي مثلا، التلات حاجات دول هنتكلم عنهم بعدين، اللي هي الاون والفريز واللوك. علامه الاون اللي هي المصباح دوت، يا اما تنوره يا اما تطفيه، ودي مجمد. والفريز اللي هي علامه الشمس ديت، واللوك اللي هو علامه الاف ماشي. الكالر بقى انا عايز ادي لون للولز مثلا، تبقى لونها ايه، احمر. احمر ما احمر ماشي يا عم، مش هكسر لك كده. انت بتحب الاحمر. اللاين طيب بتاعها كونتينوس ولا نلعب فيه؟ كونتينوس كونتينوس. طيب اللاين ويت، عارف اللاين ويت اللي هو تخانه الخط، ممكن نديله اي حاجه ماشي. الترانسبيرنس والحاجات ديت ايه، مش هنغير فيها الشفافيات بتاعتها والحاجات دي كلها. البلوت طبعا برينتابل يعني هنخليها قابله للطباعه، والديسكريبشن مش هنحط لها حاجه و... جميل قوي ماشي. طيب احنا بس عايزين نغير في الحاجات دي عشان نفهم ايه اللي هي. طيب الميك، هدي الميك لون ايه؟ اخضر. اخضر، خد بالك عشان تغير اللون تضغط على المربع دوت ماشي. إيه هيبقى كونتينوس ولا مش كونتينوس؟ ماشي. اللاين ويت خليه زي ما هو ماشي، مفيش مشكله. الاليك، الاليك ده خليه بقى ايه، اي لون بقى اللي هو ده هو ده؟ لا ايوه ده ده اوكي. اللي بتاع ده عايزين نغير واحده منهم بس عشان سنتر لاين في سنتر. طب افرض الخط اللي انا عاوزه مش موجود، هروح اعمل يا باشا لود لود اهو، شوف نجيب خط غريب، شايف الخط ده؟ الخط ده غريب قوي تمام، اسمه باتنج باتنج ماشي اهو، واختاره تاني واقول له اوكي. جميل قوي اهو كده بقى الباتنج. لازم اتاكد ان الكلمه دي بقت هي اللي انا عم اختارها، واختار له مثلا اي حاجه مثلا هنا ماشي تمام. اتفهم الارك اختار له ايه؟ لون فوشيا. فوشيا اهو، فوشيا اهو. ماجنتا ماجنتا ده عايزه ده مثلا، ما علينا ماشي ماشي. ده اوكي يا وي، لا خليه بقى برضو سنتر ماشي. لاين ويت نديله اي حاجه مثلا من هنا بس يعني. عايزين بقى كده بقت عندي مجموعه من اللايرز. اقفل بقى كده، اقفل ده. بص بقى تعالى افتح هنا، انت هتلاقي الريبون دي جميله قوي، مميزاتها بتظهر لك الحاجات اللي تحت دي، اللي هي واحد اللي هو اتنين. لا ده ليه او ده ليه او ده، حاجات بقى عشان الطباعه. جميل، خلينا في احنا في الموديل، احنا كل ده في الموديل. هتلاقي هنا التبويبه بتاعت الايه اللايرز تمام. افتح ده كده، مش هي دي الحاجات اللي احنا عملناها؟ موجودين، واخد بالك يا باشمهندس. طيب انا دلوقتي اللي انا واقف عليه، مش احمد عارف انت صايم والله. لا يا حبيبي ربنا يخليك يا عم، ده الله يبارك لك، حاجه بسيطه.
دلوقتي احنا اللي احنا الكرنت اللي احنا واقفين عليه هي الايه؟ زيرو. الزيرو. طيب انا عايز انا دلوقتي هروح ايه مثلا، انا في الولز هختار الولز وارسم شويه ايه وولز كده اهو، ادي مثلا ايه انا برسم اهو. شوف بقى، شوف ده اول ما بترسم بياخد واخد خصائص الايه اللير، تمام اهو. وكمان عملت لي شويه كولوم زي، عملت كمان كولوم انتر كمان، اي كلام يعني، انا لسه بنوضح الفكره يعني اهو. ماشي. طيب عايز ارسم بقى في شويه حاجات في الاليك. ارسم يا عم، ارسم في الاليك. بص يا باشا، شايف الجمال من غير ما اغير اللون بقى، ما انا مظبطه خلاص في اللير اصلا اوريدي، واخد بالك، بدون بقى ما اوجع دماغي ولا ان انا ايه اغير كل شويه اللون او الخصائص بتاعه في نفس الشكل انت واقف. اهو اليك، خش في الميكانيك، خد لي خصائص الاليك. ماشي اهو، ترسم لي شويه ارقام تك تك تك. ماشي. هو كده خد بالك، واخد الخط اللي احنا عملناه الباتنج دوت. ماشي. عايز ترسم دايره، ارسم دايره، كل اللي انت عايزه من جوه. عايز بولي لاين، ارسم بولي لاين. ماشي تمام. وممكن اعمل لير للدايمنشن براحتي خالص، اديها لون معين وكده، ده غير الستايل. يرحمك الله. تمام ماشي يا باشمهندس. نرسم شويه حاجات في الارك. اخر حاجه بقى، اخر حاجه هي عايزين نرسم مثلا ايه. طب ممكن ترسم الرسم يتقاطع مع بعضه عادي؟ عادي اهو، مفيش مشكله خالص. هو بيرسم اللي انت بتقول له عليه. حلو كده، يعني اللي انت هتقول له عليه يرسمه. تمام كده. انا بس كنت بعمل عشان هوضح لك شويه حاجات دلوقتي، انا عايز اقول لك عليها، هطفي حاجات وهخفي حاجات والكلام دوت. طيب افرض ان انا رسمت بالخطا الدايره الاخرانيه دي في الارك، وانا كنت عاوز اعملها ايه في الاليك، امسحها وارجع اختار الاليك وارسم دايره جديده؟ لا لا، قال لك سيلكت. سيلكت تمام، وخش على الـ على اللي انت عايز تدخلها فيه. تمام، اختار كده. ايوه الله ينور عليك يا باشمهندس. طب دوت البولي لاين ده، الدايره دي انا اكتشفت ان هي كانت موجوده، لو وقفت عليها كده هيقول لك ده انا في الوولز، ده انا عايزها معلش تبقى في الميك. في الميك اهي اهي، يبقى تختار الحاجه وتروح لها. تمام كده تقريبا نص اللير احنا اتكلمنا عليه. شفت اللير سهله ازاي؟ عايزين بقى نتكلم ازاي اخفي لير. او انا بقى انا جاي، انا الزبون اهو جاي اشتري منك الشقه، لوحه واحده من دول. عايز بقى، انا مش عايز الليله دي كلها، انا عايزك بس توريني الايه الشكل بتاع الشقه من بره، والغرفه والمساحه والكلام ده، هو ده اللي انا عايزه. اخفي الباقي كله وسيبه. هتعمل ايه بقى؟ في عندك حاجه هنا اسمها ايه؟ اللمبه الاون والاوف والفريز والبلوك واللوك. طيب لو انت واخد بالك يا باشمهندس عاطف، احنا حاليا خد بالك احنا على الايه اللي احنا واقفين عليه، اللي احنا واقفين عليه الارك. طب بص كده، خلينا على الارك بقى. بص كده، انا هضغط تيرن ايه اللير اون اور اوف، هي حاليا اون. المصباح من اهو، بص قال لك ايه، بيديك رساله ذا كارنت ليل ويل بي تيرن اوف. وات دو يو ونت تو دو؟ عايز تطفيها، عايز تطفيها ولا ما تطفيهاش؟ ليه طلع لك الرساله دي؟ بيقول لك خد بالك اللي انت عايز تطفيها دي هي اللير اللي انت واقف عليها. يعني انا لو ما كنتش واقف عليها كنت طفاها عادي. تعال بص اهو، انا دلوقتي واقف على الارض، هروح اطفي الاليك. بص وانا هطفي الاليك ايه اللي هيحصل؟ الله عليك، الله عليك، اداني الرساله؟ لا خلاص، ما ادانيش الرساله، هو بيتاكد منك لان انت دلوقتي في وضع خطا بالنسبه له. ايوه بيقول لك خد بالك ده انت حاليا على الارض وعايز تطفي الارض، انت متاكد؟ جميل. ليه بقى بيسالك السؤال ده؟ لان الاغلاق دوت انت ممكن ترسم عليه. ازاي؟ يعني انا هروح اختار الاليك اهو، بيقول لك خد بالك الاليك ديت اللي انت هتاخدها دي مطفيه، يعني اي حاجه هترسم عليها مش هتبان. انت متاكد؟ اقول له بعد اذنك انا عايز اختار لي الاليك حاليا. طب هي برضو ايه ما زالت مطفيه. طب ارسم. شايف حاجه؟ شايف حاجه؟ طب ليه بقى؟ عشان احنا عاملين ايه؟ طافيينها. طب تعالى بقى ولع النور بقى. ده كان بيرسم، يبقى اذا لازم تفرق في حاجه يا باشمهندس عاطف.
حلوة قوي، مهمة قوي بجد، ان القر اللير اللي انت واقف عليها لو حبيت تطفيها من هنا هيديك رسالة، بس قبل الاطفاء ولا لا هيطفيها، مفيش بس بيأكد عليه. طب ال ال اللير المطفية ممكن ارسم عليها وهي مطفية؟ ايوه ممكن ترسم، وهيرسم معاك بس مش هتنسح بعد ما تعمل له. تمام، امال ايه فريز بقى؟ لا ده فريز دي مشكلة كبيرة. انا واقف دلوقتي عليها يا باشمهندس عاطف، اليك اليك، طب تعالى كده اعمل فريز. بص هيقول لك this layer can't be frozen because it is the current layer. عرفت الفرق بين اون واوف وفريز ونون فريز؟ هو اللي بيعطيك الرد في الفريز ان انت اصلا مش هينفع تشتغل فيها وانت عليها، مش هينفع تغمد اللي جواها، لان انت اصلا فتحت. بخلاف الاون والاوف، الاوف انت ممكن الاون والاوف ممكن تاكد منك بس، ايوه ممكن الكارنت تعمل لها اوف، ممكن الكارنت تعمل وترسم عليها الا بعد ما تفتح، واخد بالك؟ بس مش هتظهر الا بعد ما تفتح. لكن الفريز لا، ما ينفعش تعمل فريز لكارنت الكارنت، واخد بالك؟ ولا يمكن الرسم عليها. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي هو مش راضي يعمل لي فريز عشان اعلق لك. طب يا عم انا هروح على الوولد واعمل لي بقى فريز على، انا حاليا هي مش مش الكارنت، هيعمل فريز ولا مش هيعمل؟ هيعمل عشان مش هي الكارنت. اهي بص اهو، يبقى واحد يقول لك ايه؟ طب يا عم هم ليه عملوا اون واوف وعملوا فريز طالما ده بيخفي وده بيخفي؟ لا في فرق كبير. انا حاليا لو جيت اختار اليك مش هيرضى. كانت بي مين ذا كارنت لير، ليه؟ عشان اعمل لها فريز. فريز دي محدش يقعد منها خالص، ولا يرسم عليها، ولا ينفع يختارها، ولا تظهر. ولا تظهر. لكن الاون والاوف هتختفي لكن ممكن تختارها ككارنت، ممكن تختارها ككارنت لاير، وممكن ترسم عليها وهي كمان ايه مطفيه اون واوف. لكن فريز ما تقدرش تعمل اي حاجه، ولا تقدر تتعامل معاها خالص، ولا تخليها كارنت لاير. واضح يا باشمهندس؟ يبقى هو ده الفرق ما بين الايه الفريز والاون والاوف. طب امال ايه الاف اللي بقى؟ بص يا عم انا هسالك سؤال بسرعه كده، الفريز ممكن ارسم عليها؟ لا ما ينفعش. طب تعالى بقى ايه، اعمل كده لوك على الاليك. تمام اهو، شوف ايه اللي حصل. اللون ايه؟ بهت بهت، مش ده بتاع الاليك؟ اه اهو، لو وقفت عليها تقول لك انا اسمي اليك لير اليك. تمام، طيب تعالى بقى عدل كده، فين الجريد بوينت بتاعت ال؟ بص هي مجرد الاستضاح فقط. طب انا واقف عليها، خد بالك ممكن اعمل لها لوك وانا واقف عليها، ممكن، بس هتختار حاجه من اللي موجوده؟ لا ده معمول لها لوك. شوف هتيجي تقف اعمل لك الاف. لو انت بترسم في الرسمه وجيت تعمل على حاجه ولقيت عامله كده وبيطلع لك علامه الاف كده، دماغك على طول تروح لايه؟ لللير، ان دي معمول لها لوك. واخد بالك؟ شفت اللي هي الريد اونلي، حاجه شكل الريد اون كده. انا مش قادر انا اللاين ده المفروض يطلع لي هنا السيركل، احرك واعمل موف والكلام ده كله. طب يمكن ارسم عليها ولا لا؟ نشوف. تعال اختار لاين، يمكن اهو 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 اهو، واضغط انتر. ده رسم على الوولز. معلش سوري، انت رسم على الوولز، خلي بالك وانت انت دلوقتي قافل ال. تعال اختار الاليك كده اهو، ارسم بقى كده اهو. اضغط انتر وخدت اللون مباشره، بس اللون حصل له ايه؟ خفت شويه، بهت شويه. ليه؟ تيجي تحدده مش هيتحدد، تيجي تحدده مش هيتحدد. اللي انت عملته لا يمكن التعديل فيه حتى تفك هذا القفل، حتى تفتح القفل. شوف هضغط عليه، اضغط يلا افتحه رجعت لونها الطبيعي. اختار بقى، اختار براحتك خالص. عرفت الفرق الفروقات ديت يا باشمهندس عاطف؟ لا بس احنا عايزين مثال يا باشمهندس احمد عشان يوضح اكتر. ما هو ده احنا عايزين يعني، قصدي اقصد مثال في الطبيعه. مثال في الطبيعه، ما احنا مثلا عاملين الشكل ده وجبنا عليه شكل. يا عم انا مش هبعدك كتير. بص انا هفترض ان دي البلان اللي قدام دي الشقه، ماشي تمام. ده يا عم الاخضر ده اللايتنج او الاليكت، يعني هدخله في الاليك. تعالى ده وده، بس طبعا انا مديله لوق، ماشي. فلو هدخلته جوه بتاع دوت لير، يعني اللون بتاعه هيبقى موازيه الثانيه قريب منه. لا لان احنا مش ظابطينه باي لير. بص اللون هنا لو احنا ظابطينه باي لير يا باشمهندس، بص هياخد لون اللير اللي واقف عليه اوتوماتيك.
حلو ده. لكن انا اصلا مدي له لون مميز له، ده انت لو حتى جوه اللير لونه مختلف غصب عن اللير انت تاخد لون لوحده. ماشي، فهمت القصد يا باشمهندس؟ اهو انا عم اعتبرت ان ده، واعتبر ان ده الارك اللي هو الحاجات الزخرفه اللي جوه الهاتش ده، هنعتبر ان ده الارك اهو، حاجه هنا اهو، واقول له ده الايه بعد اذنك، ده الارك اهو، خد لي ده الارك تمام. اللي ماشي الاحمر ده يا عم خده، ده الميك، اعتبر لي ديت المكنه الاتش فاك والديفيوزرز والحاجات دي مثلا يعني اهو، اعتبر لي ده الميك. بس انا كنت مدي لها لون ايه؟ رجعت لها ريد. لو انا ظبطتها باي لير، باي لير خلاص خدت لون الايه؟ الميت. واضح يا باشمهندس؟ طب الحدود الداخليه دي ده ايه؟ وولز بقى. وولز اهو، وولز دخلها لي في الوولز. شوف بسهوله جدا اختار الحاجه واغير الايه؟ طيب انا عايز بقى، انا جاي لي بقى الايه؟ ايوه الزبون. جاي لي الايه؟ الزبون. عايز بقى اوري له بقى، اقول له الشقه بتاعتك هتبقى في المساحه دي، اقوم جاي عامل ايه يا باشمهندس؟ بسهوله جدا اهو، هوري له وولز بس، اطفي ده وده، ده انت على كارنت. لا احنا مش عايزين نطفي الوولز، احنا شوف هو حتى بيساعد الوولز مش هطفيها، بس انا واخد حاليا الايه عشان كنت انا واقف على الوولز بقى، اقف على الوولز اللي انا مش عايز اطفي، واطفي الباقي. اطفي لي يلا، اطفي لي يلا، اطفي لي يلا. الله جميل، حتى الصفر ممكن تنطفى، اللي هي الزيرو بتاعت البرنامج عادي جدا. الشقه بتاعتك يا باشمهندس عاطف هتبقى عامله كده، او القصر بتاعك. طب انا عايز اشوف شكل الفرش ممكن يبقى عامل ازاي، تعالى يا عم اظهر لي الارك، الراجل مصمم يشوف الفرش. تمام، احنا كنا عاملين حاجه هنا في البتاع مش دعوه. ماشي تمام قوي، الفرش هو هيبقى فيه هنا السرير وهنا المكتب، المكتب والحمام واللي مش عارف ايه. تمام ماشي، ودي هتبقى النافورة. يعني بص اي حاجة. طب اطفل بعد اذنك، انا عايز اشوف الايه، كان زمان بقى الشغل المانوال بقى اللي هو الفلاحي او اليدوي يعني. يوم شال الشفافة، شيل الشفافة ماشي ماشي، يوم شال الشفافة ويقعد يلزق ويحط حاجات وبتاع. لا طب ما تكاد الحمد لله، خدت بالك مش كده؟ احنا يعني اللي انا عاوزه من الليور احنا قلنا الحمد لله. انا مش محتاج اي حاجه ثانيه يعني. جزاك الله خيرا. والله جزاك الله خيرا، انا حاول مره احنا كده الليور دي خالص في حياتي. احنا كده يعني مش هقول لك احنا المنا بالبرنامج بنسبه 100%، بس الاساسيه كده احنا بنعتبر كورس الاوتوكاد اللي هو ال 2 دي اللي هو المبدئي خدناه الحمد لله، خلصنا بعون الله. نبدا في السي دي، هنبدا ان شاء الله في ال 3 دي، بس لازم نحل طبعا اكسرسايز، مش اكسرسايز كتير عشان يثبت معانا ال 2 دي، لان خد بالك ال 3 دي ما هو الا 2 دي وعملنا له ايه؟ اكسترود مثلا، عملنا له ابجريدد يعني، هو 2 دي وعملنا له اكستروجن، واخد بالك؟ زودنا ادينا له منسوب في البعد الثاني، هو 2 دي وادينا له زيت بالظبط، هتدي له سيكنس بس، هو ده ال 3 دي. لكن اي 3 دي هتلاقي في الغالب اصله ايه؟ 2 دي. ماشي يا باشمهندس عاطف، بكده نكون خلصنا الكورس ان شاء الله، وعايزين بقى يعني نمشي ايدينا في الاكسرسايز ان شاء الله، واحنا مع بعض، ولو في اي حاجه احنا تحت امرك يا باشمهندس عاطف. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. استنى لما تجيب 24 بالظبط.